لما انشانا وعملنا الصوامع دي نسبه الفقد ما فيش فقد خالص، لانه القمح بيتداول من خلال غرفه الكنترول اللي قدام حضراتكم، وغرفه الكنترول هي اللي متحكمه في نقل الاقماح واستقبال الاقماح وصرف الاقماح، فاصبح التداول كله مميكن، لا تدخل لاي حد وعنصر بشري، مما يؤدي الى انه الموضوع محكم ومنضبط. فده حاجة كويسة جدا، وبقت بالنسبة لنا دي كسلعة استراتيجية بنحافظ عليها ومؤمن. استقبال الاقماح او صرف الاقماح او تبويض الاقماح في الخلايا. اول حاجه هي استقبال الاقماح، اللي الشحنه عندنا بتدخل على او العربيه عندنا بتدخل على نقطه استقبال الشاحنات، بينسحب بتوصل للمغناطيس، بيتم فصل الشعب المعدنيه وبتمر على مجموعه من السيور السفليه ورافعين بيتم المناوره بينهم. بنستعمل واحد، لان احنا عندنا دلوقتي ممكن نستعمل ندخل في عمليتين في نفس الوقت، ممكن نعمل استقبال مع صرف او تدوير مع استقبال او تدوير مع صرف. وصولا الى السيور العلويه عشان نخزن في الخليه، احنا عندنا هنا اربع خلايا تخزين رئيسيه، سعر كل خليه 1250 طن بسائل ماليه 5000 طن. هنا طريقتين للتشغيل، يا اما نشغل من خلال بي اي سي او لوحه التحكم، او من خلال السكايبر الجهاز اللي موجود قدامنا.